الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك أزف التهنئة لإخواني ولدولتي ولإخواني المسلمين باستقبال شهر رمضان المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر المبارك شهر خير وعز ونصر وأمن للإسلام والمسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لصيام الشهر وقيامه احتسابا وطلبا للأجر من الله عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء وهذا البلاء عنا وعن المسلمين في كل مكان. من أحسن ما يقدم الإنسان لإخوانه في هذه الأوقات المباركة النصيحة والتواصي، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسارة، كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذا ينبغي أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وفي استقبال هذا الشهر الكريم المناسبة العظيمة ينبغي لنا أن نتواصى بذلك. هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، سمي شهر لاشتهاره، والشهر هو ما بين الهلالين، وسمي رمضان لأجل الحرارة التي تكون في صدور الناس من الظما، أو أنه من الرمضاء، من شدة الحرارة التي تكون في الأرض، كما ورد في الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشد الحرارة. فرمضان موسم عظيم، موسم مبارك، تضاعف فيه الحسنات، ترفع فيه الدرجات، تغفر فيه الذنوب، فيه تفتح أبواب الجنة، فيه تغلق أبواب النار، فيه تصفد الشياطين. الله أكبر، شهر عظيم. كيف لا يفرح المسلم بهذا الشهر العظيم؟ كيف لا يفرح بهذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين؟ أعداؤنا مردة الشياطين الذين يغوننا، ربنا سبحانه وتعالى يمنع كيدهم عنا، تصفد الشياطين. وأيضا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث صحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كلنا أخطاؤنا كثيرة، نحتاج إلى مغفرة الذنوب. متى تغفر ذنوبنا؟ إذا كان عندنا عزيمة صادقة أننا نصدق بوعد الله عز وجل، وأننا نصدق بهذا الأجر العظيم ونطلبه من الله عز وجل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الكريم ينبغي للإنسان أن يعقد النية ويعقد العزم عند ابتداء أول يوم منه وأول ليلة منه القيام. يقوم رمضان، يصلي التراويح إن صلى مع الجماعة، أو صلى مع زوجته، أو صلى وحده، المهم أنه يقوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام
وعده في الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر قليل، أيام معدودة، يبدأ الإنسان من أول ليلة منه يقوم هذه التراويح، إن كان مع الجماعة فإنه يستمر في صلاة الجماعة حتى ينتهي مع الإمام. وقد ورد في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإن لم يتمكن من الصلاة مع الجماعة يصلي وحده، إن صلى 20، إن صلى 12، إن صلى 13، كله خير، المهم أنه يقوم رمضان ويصوم النهار. فرمضان كله عبادة، ليس هناك لهو، ليس هناك ضياع للأوقات، وإنما هو طاعة وعبادة. نهاره صيام وليله قيام، وجميع أوقاته ذكر وتسبيح وقراءة قرآن. هذا الشهر الكريم أعطى الله هذه الأمة، أمة الإسلام، من الهبات والعطايا ما الله به عظيم، وخصت من الكرامات والهدايا. ولذا ورد في الصحيحين إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. في رمضان ماذا نعمل في رمضان؟ تلاوة القرآن، اقرأ وأكثر من قراءة القرآن، كل حرف بعشر حسنات، ألف لام ميم 30 حسنة، فأكثر من قراءة القرآن، اجعل لك رصيد عند الله عز وجل، رصيد عظيم. ولو لم يعرف الإنسان إلا الفاتحة يكرر الفاتحة، إن لم يعرف إلا قل هو الله أحد يكررها. فرمضان تلاوة القرآن الكريم وذكر وتسبيح وتهجد وتراويح. هذا الشهر العظيم تجارة مع الله عز وجل، وموسم عظيم. الناس يتسابقون في مواسم الدنيا ويتنافسون فيها لأجل حصول المليارات، لكن هذا الموسم أعظم من مواسم المليارات، لأن المليارات التي تجمعها في يوم من الأيام ستذهب وتتركها، أو هي تتركك، تدخل قبرك وحيدا ليس معك شيء من الملايين. لكن الذي ينفعك هو العمل الصالح، وهو هذه التجارة التي تقدمها، هذه التجارة التي تقدمها، وهذا الرصيد عند الله عز وجل. صيام وذكر وتسبيح وقيام، كل هذا امتثال لأمر الله عز وجل. ولذا ينبغي أن نستقبل رمضان بداية نشكر الله عز وجل أن أحيانا وأن وفقنا حتى أدركنا هذا الشهر، نكثر من شكر الله ونكثر من حمد الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن الصيام والقيام. ثم نفرح بهذا الموسم العظيم وهذه التجارة الرابحة، ونبدأ بتوبة صادقة من جميع الذنوب والمعاصي. كل واحد منا ما يخلو من الذنوب، لكن يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار، ولله الحمد. التوبة والاستغفار ينبغي للإنسان أن يكون عنده عزيمة أن يبتعد عن هذه الخطايا التي كان يعملها، وأن يتأسف على فعلها، وأن يندم على فعلها، وأن يبدأ حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فينبغي له أيضا أن يخرج من المظالم والحقوق التي للآخرين. إذا كان لإنسان آخر عليه حقوق فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويتخلص من حقوق الآخرين. ولذا
هذه الأيام العمل في استثمار أيامها ولياليها صلاحاً وإصلاحاً. أصلح نفسك وحاول أن تصلح إخوانك الآخرين. هذا الشهر الكريم فرصة للطائعين للاستزادة من العمل الصالح، وفرصة للمذنبين للتوبة والإنابة. سبحان الله، كيف لا يفرح المؤمن بتفتيح أبواب الجنان، وكيف لا يفرح المذنب بتغليق أبواب النيران؟ ألا فإنه ينبغي لنا أن نعلم أن هذه فرصة لا تعوض ولا يحرمها إلا المحروم، الذين في النهار ينامون وفي الليل يعبثون ويلعبون، يضيعون أوقاتهم إما باللهو وإما بالنوم. ولذا جهل بعض من الناس حقيقة الصيام، فترى بعضهم يظن أن الصيام فقط هو أن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب، ولذا تجده يمسك عن الطعام والشراب وينام ويضيع وقته في النوم ويترك الصلوات، لا يحافظ على الصلوات ولا يؤخرها، وهذا أيضا مسكين. لا يمنعه صومه من الكذب، لا يمنعه صومه من الغيبة، لا يمنعه صومه من المعاصي، لا يمنعه صومه من الغش. ما الفائدة في هذا الصيام؟ هذا جهل واضح بحقيقة الصيام. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا صام الإنسان يصوم سمعه، يصوم بصره، تصوم حركاته، تصوم جوارحه عن المحرمات. والذي يجب على المسلم أن يعرف حقيقة الصوم وأسراره ويتعلم آدابه وأحكامه، فيبدأ أولاً بتوبة صادقة من جميع ما مضى من الذنوب، والإقلاع عن المعاصي صغيرها وكبيرها. ثم بعد هذا بهذه التوبة والتوبة النصوح يبدأ الاجتهاد في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وينبغي دائما أن يقول المسلم: اللهم وكما بلغتنا رمضان فأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار. ثم أيضا ينبغي للإنسان أن يحفظ صومه ويعلم أن هذا الصوم فائدة عظيمة، لأنه سبب للتقوى كما أخبر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيف لا نفرح بهذا الشهر؟ كيف لا نستعد لهذا الشهر؟ وهذا الشهر فيه ليلة واحدة خير من ألف شهر، خير من 83 سنة وثلاثة أشهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة. فينبغي أن نغتنم الفرصة في بداية هذا الشهر، ونعقد عزما أكيدا لأنفسنا ولأولادنا ولإخواننا،
ولمن نحبهم أن نبادر في طاعة الله عز وجل. حسن الصيام، المحافظة على القيام، المحافظة على أنفسنا وعلى أولادنا لنكسب هذا الأجر العظيم. شهر واحد أيام معدودة، وليلة واحدة خير من ألف شهر، كيف لا نغتنمها؟ ولذا من علامة قبول الحسنة اتباع الحسنة بحسنة أخرى، ومن علامات أيضا ردها السيئة بعدها. ولذا ينبغي لنا أن نشكر الله عز وجل على نعمه. التوفيق منه، هو الذي وفقنا، هو الذي أحيانا ووفقنا للصيام، فنشكره على هذا التوفيق، ونطلب ونرجو منه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. نشكره على نعمه، أعطانا الصحة، أعطانا العافية، أعطانا الأمن. ولذا يجب أن نكثر من تكبير الله عز وجل، وأن نكثر من ذكر الله عز وجل، ونحافظ على هذا الموسم لا يفوتنا منه شيء، لأن هذا إذا لم يغفر للإنسان في هذا الشهر متى يغفر له؟ هذا موسم المتاجرة في أسواق الآخرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تذكروا إخواني، تذكروا سرعة تمنينا هذا الشهر وأنه سيأتينا، وما أسرع ما ينتهي هذا الشهر، وما أسرع ما تنتهي هذه الدنيا. فالعاقل هو الذي يتذكر، وهو الذي يكثر من الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة كثيرة، لكن ينبغي أن نتعاون عليها، وأن نقي أنفسنا. بعض من الناس يصوم ولله الحمد، ولكنه يظن فقط أن الصيام ترك الأكل والشراب فقط، الصلوات يؤخرها عن أوقاتها، النوافل لا يحافظ عليها، الرواتب لا يحافظ عليها. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان في هذا الشهر، أول شيء حافظ على الصلاة في أوقاتها، حافظ على صلاة الجماعة، حافظ على كل عمل صالح أرشدك الله إليه وتستطيع أن تقوم به. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن لا نتأخر، وأن نشمر، وأن نعقد العزم على طاعة الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل الصالحات، لكنه كان يجتهد في هذا الشهر أكثر مما يجتهد في غيره. هذا الشهر الكريم فيه ليلة القدر، ليلة عظيمة، ولذا ورد أنه تتنزل فيها الملائكة حتى يملؤون الأرض، كما ورد أنهم يكونون أكثر من عدد الحصى. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان، ينبغي للإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة، ويعلم أنه إذا كان للدنيا مواسم، وإذا كان للدنيا أسواق يستغلها أرباب الأموال ويتمنون ويتحينون فرصها لبغية المادة الزائلة، فالأسواق والمواسم التي عند الله التي يفوز بها العاملون المخلصون ويخسر بها المعرضون. ومن أجل هذه المواسم هذا الشهر الكريم، شهر تجارة مع الله عز وجل، تلاوة قرآن وذكر وتسبيح ومحاسبة للنفس وتصحيح المسار. والإنسان ينبغي أن يربي نفسه وأولاده على أداء الفرائض واجتناب المحرمات، ويجعل هذه الأمور نصب عينيه دائما، الرجال والنساء. ولذلك الصيام يربي الأسرة المسلمة على الالتزام
بمنهج الله عز وجل، ويجعل من الرجل والمرأة كل يقوم بواجبه في البيت، كل يقوم بواجبه في البيت، إما عن طريق النصيحة وإما عن طريق التأديب أو ما إلى ذلك. فالمهم أن الإنسان ينبغي أن يكون ناصحا، أن يكون ناصحا لنفسه ولإخوانه في هذا الشهر الكريم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للقيام وللصيام، وننتبه في هذه الأمور في هذه الدنيا لنعمل صالحا، لأن كل إنسان يعرف أن له أجل محدد وأن هذا الأجل سينتهي. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لحسن الصيام والقيام، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لحسن الصيام والقيام يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.